نزل الوحي على خليل الله وأمره ببناء الكعبة مع ولده إسماعيل. الحجر الأسود أنزله الله تعالى من الجنة إلى الأرض على خليل الله إبراهيم. فسودته خطايا بني آدم. علم الخليل الناس أركان الحج. إنه نبي الله، إنه خليل الله إبراهيم عليه السلام. خرجت روح إبراهيم لتقابل ربها آمنة ويدفن جسده الطاهر، ودفن في مزرعة حبرون حيث دفنت السيدة سارة رحمها الله. وهكذا انطوت صفحة من أنصع صفحات التاريخ والعقيدة. مات إبراهيم وترك الحزن لأصحابه ورفاقه ولأبنائه.